يا مرحبا الساعه يا مرحبا الساعه طلب هالشوف سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات منور العالمين ويتجول بدون حراسة بين الحاضرين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله يتجول بعفوية ودون حراسة في منطقة الساحل الشمالي في مصر. وأظهرت الفيديوهات والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تواضع سموه إذ حرص على التقاط الصور مع المواطنين المصريين وسياح وتبادل الحديث الودي معهم. سمو الشيخ محمد بن زايد يقضي أجازة صيفية في إحدى فنادق الساحل الشمالي في مصر ويتصور ويتحدث بدون حراسة. العالمين والساحل الشمالي مقصد لكبار حكام العالم ورجال الأعمال العالمين. تحيا مصر. تخيل رئيس دولة الإمارات ماشي من غير حراسة لأنه حاسس بكل الأمن والأمان في مصر. حقيقي كل ولاد الشيخ زي القمة في التواضع والاحترام، حبهم لمصر حاجة تفوق الخيال.